يحرص العديد من الفنانين البحرينيين التشكيليين والهواة إلى صنع قطع فنية من المخلفات المنزلية من منطلق إيمانهم بفكرة تدوير النفايات لتصبح مفيدة وذات قيمة وصديقة للبيئة. نعم، فهذه القطع الفنية كما تم تصميمها بشكل جميل ولافت من أدوات بسيطة لتتحول إلى أشكال وقطع فنية جميلة. أفكار خلاقة تقوم بتنفيذها أنامل بحرينية وضعت سلامة البيئة نصب أعينها، فأعدت قطعا فنية متميزة من خلال تدوير مختلف أنواع المخلفات المنزلية وتحويلها إلى أدوات صديقة للبيئة. طبعا من المواد المستهلكة كيف نجعلها صديقة البيئة في حياتنا، في الأشياء الكماليات مثل الحدائق، مثل أي شيء نزينه به بالمواد المستهلكة. طبعا إذا قطيناه في البحر يكون عبء على المجتمع، على البيئة، وتسبب ضرر. فالخبراء بدوا يشتغلون في المواد المستهلكة، ونحن نتضامن معهم ونكون كيف نخلق هذه ثقافة في إعادة التدوير. تعد فكرة إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى أعمال مفيدة فكرة جيدة، خصوصا وأنها تسهم في خلق بيئة خالية من المواد الضارة، بالإضافة إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية تقليل النفايات وكيفية الاستفادة منها وإيجاد أنسب الطرق لإعادة تدويرها. فكرتي هي تدوير خامة ورق الجرايد والصحف وتحويلها لأعمال نفعية وجمالية، يعني مثل هني تشوفون أن نسوي منها سلال، ممكن أي شغلات ثانية، مجسمات ثانية نفعية تنفع للاستفادة، سلة تكون قابلة للاستخدام، يعني متينة ما حد يقدر أنه يقول أن هذه مستخدمة من ورق الجرايد. هذه المشاريع التي يقوم عليها عدد من الهواة والفنانين التشكيليين تساهم بشكل كبير في تشجيع الشباب على الإبداع والإنتاج، بالإضافة إلى بث الوعي في المجتمع. في هذا المعرض تم تسليط الضوء على أهم الممارسات الإيجابية للحفاظ على البيئة لينعم كوكب الأرض بالصحة، وذلك من خلال جملة من الأفكار جسدتها أنامل بحرينية بتدوير المخلفات وتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.